من غزة ينضم إلينا المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل. أهلا بك معنا سيد محمود. أولا نريد أن نعرف منك الدعوة التي قدمت من الدفاع المدني إلى الأمم المتحدة، هل هناك استجابة وما تفاصيل حول هذه الدعوة؟ نعم، هو تم تقديم دعوة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بعد أو في المؤتمر الذي عقدته المديرية العامة للدفاع المدني بالشراكة مع المختصين حول المقابر الجمعية التي يعني شوهدت وتم العمل عليها في منطقة خان يونس في مجمع ناصر الطبي، حيث الجرائم التي تكشفت أثناء عمليات البحث وأثناء عمليات الانتشال، وشاهدنا حقيقة في هذه الجرائم الكثير من المشاهد التي ربما ترتقي إلى يعني جرائم ضد الإنسانية حسب القانون الدولي الإنساني. وطالبنا في هذا المؤتمر إلى ضرورة أن يتم تشكيل لجنة دولية مختصة مستقلة للبحث عن تفاصيل هذه الجرائم التي حدثت، خصوصا أن المشاهد التي شوهدت لأطفال ولنساء ولمواطنين تم العمل على ما يبدو على تقييدهم وعلى تكبيلهم بالرباط البلاستيكي الذي تستخدمه قوات الاحتلال الإسرائيلي عادة خلال عملياتها العسكرية والتعامل مع المواطنين. وأيضا تم مشاهدة مواطنين على تقريبا على عمق 3 أمتار في الأرض تم دفنهم من قبل جرافات الاحتلال الإسرائيلي، وشاهدنا مواطنين تم تكبيل أقدامهم وتكبيل أيديهم وإطلاق النار عليهم على ما يبدو بعمليات إعدام كما يعني نشاهد أو شاهدنا في هذه المجزرة. وأيضا شاهدنا مواطنين منزوعي الملابس ومواطنين آخرين موضوعين في أكياس، هذه الأكياس تتبع إلى الجيش الإسرائيلي حيث مكتوب عليها باللغة العبرية ويوضع عليها نجمة داود. وهذه طبعا عادة كنا نشاهدها في الأحداث يعني الغير مدينة خان يونس أو غير مجمع ناصر، شاهدنا في أكثر من منطقة وخصوصا في منطقة الشفاء ومناطق تل الهوى وأكثر من منطقة في قطاع غزة. ولهذا يعني رغم هذه المشاهد جميعها التي شوهدت إلا أننا ولدينا طبعا امتلكنا الشواهد وامتلكنا الدلائل، لكن يبقى أن الدفاع المدني والجهات المختصة هنا في قطاع غزة ليس لديها الإمكانيات الكافية للتحقيق بالشكل الدقيق. لكن طالبنا أن يكون هناك جهة دولية رسمية مستقلة لأن تتولى التحقيق في هذا الملف خصوصا وفي هذه المجزرة حتى يتم يعني يتم إلقاء القضية أو تحميل القضية إلى الجيش الإسرائيلي على هذه المسؤولية التي قام فيها بحق نعم. المواطنين الأبرياء في قطاع غزة. طيب، هل كان هناك أي استجابة من الأمم المتحدة؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، إذا كان هناك مستندات أو صور لما وصفته من الجثامين ووضعها في الأكياس وعليها نجمة داود، قدمت هذه الصور للأمم المتحدة أم أيضا ستقدم إلى جنوب أفريقيا حيث تكون لديها ذريعة أخرى للتقدم إلى محكمة الجنايات الدولية؟ هو حتى اللحظة لم يكن هناك رد من قبل يعني بعد إلقاء البيان أو بعد دعوة المختصين للمؤسسات الدولية إلى تشكيل لجنة لم يتواصل معنا أحد، لكن يعني بصدد نحن بصدد الآن تقديم هذه الصور وكل الدلائل إلى الأمم المتحدة من أجل البدء بعملية التحقيق وتشكيل هذه اللجنة التي يعني من اللازم أن يكون هناك تشكيل واهتمام بهذا الموضوع، خصوصا أن هذه القضية هي قضية يعني قضية إنسانية، قضية تحتاج بالفعل إلى من يقوم بالتحقيق فيها وبتفاصيلها وعن ماهية الحدث الذي حدث في منطقة مجمع ناصر. ويعني للأسف الشديد يعني في أحداث سابقة تحملنا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية ومجزرة يعني مجمع الشفاء لا تختلف كثيرا عن مجمع ناصر، ولذلك يعني نريد أن يكون هناك اهتمام واضح من قبل المؤسسات الدولية وأيضا من الأمم المتحدة بضرورة العمل الجاد والفوري على يعني العمل على هذه القضية بالخصوص قضية مجمع ناصر الطبي. وأيضا لدينا الكثير من المشاهد ولدينا الكثير من الفيديوهات ولدينا الشواهد التي تدل على أن إسرائيل بالفعل ارتكبت يعني أبشع المشاهد في مجزرة مجمع ناصر الطبي. طيب سيد محمود، أنتم كدفاع مدني يعني في تقارير تتحدث عن تراكم الركام والمباني المهدمة جراء القصف الإسرائيلي، وهل هناك انتشال لكافة الجثث أم ما زالت هناك جثث تحت الأنقاض لم تتمكنوا من الوصول إليها؟ وهذا الملف حقيقة هو ملف شائك وملف يعني عالق حتى هذه اللحظة. يوجد في قطاع غزة أكثر من 10,000 شخص موجود تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة،
العمل في هذا الملف يحتاج إلى إمكانيات ويحتاج إلى حفارات، ولذلك طالبنا أن يكون لكل محافظة في قطاع غزة حفار على الأقل حتى نقوم بالعمل في هذا الملف وإخراج المواطنين من تحت الأنقاض. ولذلك هذا الملف يوميا يكون هناك اتصالات على طواقم الدفاع المدني لسؤال المواطنين متى وكيف سيتم إخراج أبنائنا من تحت الأنقاض. ولذلك العمل في هذا الأمر في ظل وجود الكتل الخرسانية بشكل كبير جدا والثقيلة جدا، فهذا الأمر لا يمكن للكادر البشري لوحده العمل، بل يحتاج إلى إمكانات ويحتاج إلى معدات تخصصية حتى نقوم في هذا الأمر. ولذلك لابد، ونشدنا حقيقة منذ تقريبا يعني بعد أيام من الحرب إلى ضرورة أن يكون هناك إدخال لهذه المواد وهذه المعدات، وأيضا للفرق الدفاع المدني الدولية حتى تساعد، لأنه هذا الأمر إحنا نتحدث عن عشرات الآلاف من المنازل وليس عدة منازل، بل يعني عشرات، وتحتاج إلى فرق كبيرة تقوم بهذه المهام وتحتاج إلى إمكانيات كبيرة وإلى حفارات كبيرة حتى ننجز هذا الملف في أسرع وقت، وخصوصا أن القضية قضية إنسانية بحتة، يعني مواطن أرواح موجودة تحت الأنقاض والجميع يسعى إلى أن تخرج هذه الجثث. نعم، شكرا جزيلا، اتضحت الصورة ووصلت كافة المعلومات التي قدمتها من غزة، المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، شكرا جزيلا لك.